عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش محمد السادس. عيال ما شافوهمش ملي كيحرقوا، وشافوهم ملي بغاو يقسموا، ملي بغاو يقسموا الفلوس ما عطاوش داك السيد رزقه، وهو يمشي هرب منهم، هرب منهم وديكلارا بهم بينما هما اربعه معاه، ثلاثه ديال الناس معاه، بينما هذوك الناس معاه ما عطاوش رزقه في داك الشيء اللي كان اللي دايرين معاه باش ينتقموا من نفسهم وباش انتقام لاخر كبير. وهذاك السيد اللي كاريهم راه مشى للميريكان، راه طلع للميريكان دابا وكيمولهم من تما من الميريكان، راه معروف سميتو وهما راهم مذكورين في البلاد، راه معروفين. الصفه ديالو واش الصفه ديالو واش اللي صيفتو غبار، اش كيدير هو غبار تما في الميريكان، وصيفتو هنايا من زعما من الناس اللي كي من الناس اللي كيتعداو على الناس وكيديو الارزاق ديال الناس. حنا مدين لينا، مدين لينا سعاده الرئيس وصاحب الجلاله نصرك الله والسيد اخ النوش، مدين لينا 81 هكتار ظلما وعدوا، مدينا هي هنايا قريبه، اسير يحصد فيها اليوم اللي شعلت العافيه البارح، اول يوم كيحصد فيها، اول يوم كيحصد فيها. وهذا ماشي ظلم، هذا ماشي عيب وعار، ماشي عيب وعار، هذا الشيء تيتحرق. هذا فين هاد السلطات؟ فين النزاهه؟ فين هاد القضاء؟ فين هاد الناس النزيهين اللي غيعطيونا حقنا؟ كاينه شكايه الوكيل المالي، كاينه شكايه الوكيل المالي. شحال ديال الوقت دابا؟ الوقت راه عدى عام والصرف باش محطوطه، من العام اللي فات ضربوني بالطوموبيل، من العام اللي فات ضربوني بالطوموبيل، وهاد العام ثاني كراو عليا الموك، تبعني مع الوحده ديال الليل، جابني حتى لهنايا، جابني حتى المحيله باش ينتقم مني. بسم الله، بسم الله، توكلنا على الله. هاد الناس اسيدي ملي بغاو يجيو ينتقموا ويشعلوا هاد العافيه، جا بلاصه الطوموبيل اللي هي واحد 190، هود واحد منهم قال لي ما سيدي انا عندي عمليه انتقام اليوم غتحضروا معايا ليها. هود دخل وسط الزرع شي 60 متر وضرب بريكات شعلت العافيه، الوقت اللي شعلت العافيه رجع الطوموبيل ركب زاد، طلعت الجهه ديال الحوان ترى الكاميرات مشجلينو، جوج كاميرات ديال الحانوت وديال الطاحونه شادينو الكاميرات، وعاود رجع باش يعرف العافيه فين وصلت، عاود ثاني جاب الدوره ورجع الاخر حطو تما مشى سلت، دار براسو غادي يمشي باش ما اللي كانوا ما غيعطيوش الفلوس اللي غيبرقق بهم، مشاو عيطوا ليه قال لهم لا ما عطيتونيش رزقي راه غادي نبلغ بكم جدارميه. لحقتوا عليه حتى لواحد الدوار يقولوا ليه دوار المرعود، بركتوا عليه بالضريب بدوا يضربوا فيه، خرجوا الناس ديال الدوار جراو عليهم، هرب هو جا لقطوا واحد البوليسي، ولكن راه البوليسي في برشيد وخوه هنا كان تحرق ليه شي زرع حتى هو، واحد الدار ديالو كانت تدخل ليها العافيه، جا شدوا هذاك البوليسي تا قدموا لسميتو، قدموا للسلطات، قدموا للدرك الملكي. ملي شدوا الدرك الملكي قال لهم كنا حنا اربعه الناس، وداك الشيء ديال الفلوس اللي داير معاهم السيد ما عطاونيش منه انا، داك الباي ديالي ديال الفلوس ما عطاوش ليا انا، غنبلغ بهم، بغيت نبلغ بهم باش ينتقم من هاد الناس هادو. هاد السيد هذا مدي لهاد السيد هذا مدي لي هاد الثمانيات البطارات ديالو هنا، وربحوهم في سميتو في الحكم، والوقت اللي ربحوهم ربحوا داك الشيء ديالهم ديال سميتو، ربحوا البراءة ديال الزور، خرج ولدو الوقت اللي خرج من سميتو، خرج من المحكمة قال السيد قال لي شوف، قال لي والله إلا حبة لا ديتوها من تما من هذاك البلاد اللي كاينة، قال لي تتكرم حتى والناس اللي كاينين حدا انتقاما هاد الناس هادو، فين غيوصلوا بهاد الشيء؟ اسمع صاحب الجلالة نصرك الله، عاش طاهر العمريشي. انت ملك في هاد الوقت ياك؟ اييه. شحال عندك؟ عندي شي خمسة البطارات. خمسة؟ خمسة. ضاعوا كلهم؟ كلهم، ثلاث سنين وانا كاريهم. عامين ما جا والو حتى لهاد العام. انت كاري؟ انا وانا كاري، ثلاثة سنين وانا كنكريهم. ب 46000 البطار، 46000 البطار. دابا ضيعوك؟ كلشي تحرق ليا. تهضرنا على الحالة ديالك، عندك شي وليدات؟ عندك شي رفيق معول عليه؟ لا معول على هاد الفلاحة، حرفت لي الفلاحة، هاد رزيق هو اللي معول عليه، ضاع ليا كله. الراوند. النداء ديالك، الطلب ديالك. الوزير الطلب ديالي كان نطلبوا من جلالة الملك وهذا يعوض لينا هذا السيد الوزير هذا الشيء اللي ضاع لينا. شكون
انتقت البراهمة جماعة الغليمي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.